وما زال حديثنا عن المشروع الوطني للقراءة مستمر، وهنروح دلوقتي للأستاذ هشام السنجاري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي عشان يطلعنا على مزيد من التفاصيل عن هذا المشروع. أهلا بك يا فندم ومنورنا في برنامج التاسعة. أهلا وسهلا يا فندم أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك، لو تقول لنا بعض التفاصيل عن هذا المشروع. المفروض أن هو انطلق النسخة الأولى في 2020 وهذه هي النسخة الثانية، مظبوط؟ تمام يا فندم. هو انطلق النسخة الأولى منه في 2020 وتحدى الظروف بتاعة الكورونا وأثبت القراء المصريين أنهم قادرين على تجاوز الأزمات. النسخة الأولى شارك فيها 3.5 مليون مشارك. حضرتك عارفة طبعا أن في 4 أبعاد، بعد الطالب المثقف وبعد القارئ اللي هو التعليم قبل الجامعي وبعد القارئ الماسي اللي هو طلاب الجامعة وبعد المعلم المثقف. مجموع المشاركات في العام الأول كانت 3.5 مليون مشاركة، وفاز منهم الـ40 طبعا نتيجة مراحل التصفيات المختلفة من أقل مستوى المدرسة أو الكلية ثم الجامعة أو الإدارة أو المديرية لنصل إلى الـ40 اللي فازوا العام الماضي، والنهاردة هنسميهمش فائزين، بنسميهم سفراء المشروع الوطني للقراءة. هذا العام كانت النسخة الثانية انطلقت في هذا العام الدراسي وأعلن جوائزها الأحد الماضي 4/12، وأصبح عندنا 40 سفير أيضا للمشروع الوطني للقراءة، 20 من الطالب المثقف من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، و10 من القارئ الماسي طلاب الجامعات والدراسات العليا، و10 من المعلم المثقف. تتراوح جوائزهم ما بين 1 مليون جنيه الجائزة الأولى لتصل إلى آخر جائزة 50,000 جنيه بالنسبة للطالب المثقف و 100,000 جنيه بالنسبة للمعلم المثقف أو القارئ الماسي. معايير تفضل يا فندم. بالإضافة لرحلة بتنظمها لهم مؤسسة البحث العلمي، مؤسسة البحث العلمي هي المؤسسة الراعية لهذا المشروع، بالاشتراك طبعا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والأزهر الشريف ومجموعة من الوزارات، بيتشاركوا كلهم في هدف واحد وهو جعل القراءة أولوية كما كانت وتعود إلى ما كانت عليه. نظم لهم الرحلة وبإذن الله هذا العام هيكون عندنا 80، هم الـ40 في العام الماضي والـ40 بتوع العام ده، لأن طبعا العام الماضي نتيجة ظروف كورونا ما استطعناش ننفذ هذه الرحلة. أستاذ هشام السنجاري مدير المشروعات التربوية بمؤسسة البحث العلمي، شكرا لك يا فندم.